يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. كل واحد فينا أكيد له أصدقاء طفولة وكمان أصدقاء دراسة، ومع مرور الزمن وتقلبات الحياة وإن كلنا مشغولين ممكن جدا إننا نتوه من بعض في ظل الانشغالات الدائمة. في ناس بقى قدرت تحافظ على أصدقاء الطفولة والدراسة وما زالت علاقتهم بيهم مستمرة، وبيخرجوا وبيقعدوا وبيتزاوروا وممكن كمان يكونوا بيشتغلوا مع بعض أحيانا. سألنا الناس في الشارع هل لسه محافظين على أصدقاء الطفولة والدراسة ولا الأيام خلاص فرقت ما بينكم؟ تعالوا كده نشوف قالوا إيه في البوبس اللي جاي. صداقتك باصحابك اللي هم من ايام الدراسه والطفوله لحد دلوقتي هم طبعا هم موجودين معايا في كل وقت، وبنسال على بعض وبنطمن على بعض، ويوم اجازتنا على طول بنتجمع يعني مع بعضينا كلنا. والله هو الحياه العمليه اللي فرقت شويه، بس رجعنا تاني طبعا، بنتلم تاني وبنقعد تاني. هي الايام خدت معظمهم بس مش كلهم، بس في اوقات بتعرف يعني بتطلع من مرحله لمرحله بتقابل اشخاص جديده. لا هم الحمد لله، مشاغل الدنيا وتلاهي فبتلهيك عن كل الكلام ده، فبيبقى صعب ان تتواصل معاهم تاني. لسه مكملين معايا وفي بقى اللي توفى بقى عادي يعني، بس الشغل بقى والحياه بتلهي وكده. طبعا ده اعز يعني اصدقاء، بيبقى الانسان الفتره الانسان بيعيشها ايام الطفوله والدراسه دايما في الذاكره على طول يعني. ما عادش فيه علاقه الا الاصدقاء بقى اللي هم جيران كده يعني. موجودين بس ما بنتقابلش، لو هو فاهم عشان الدنيا تلاقي وكل واحد عنده شغله والكلام ده. بنشوف بعض وبنتكلم وبنتقابل وبنخرج عادي مع بعض. اصحاب الطفوله اتغيروا ما عدا صاحبه واحده ليا بس. لا ممكن الظروف الصعبه، ممكن في منهم ارتبطوا، في منهم سافروا، في منهم حصل لهم مشاكل، يعني كل حد صار كده بقلب نفسه مشاكله ام بعدوا عن بعضهم. هو دي أنا بقى ليا تجربة في البوبس ده بالتحديد، يعني تجربة أصحاب المدرسة وأصحابي وأنا صغيرة، ولقينا بعض واحد كده دينامو مننا يعني مشهور إن هو بيعرف يجمع الناس، وعملنا جروب على الواتساب ويلا نشوف بعض ويلا تعالوا لي، طب أروح لكم، طب نعمل نتقابل في النادي، طب وأول لما بنحدد ميعاد كل واحد بيبقى وراه مليون حاجة ومليون ميعاد اتفشكله. على فكرة اللي يقولك إن الوقت أصبح متاح، لا غلطان، لأنك على بال ما بتخلص شغلك وعلى بال ما بتخلص الحاجات اللي وراك في البيت بيبقى الوقت قليل جدا إن أنت تحاول تاني تستعيد نشاطات اجتماعية يمكن فقدتها من زمان، وبتبص تلاقي ان اللي حواليك هم اللي حواليك، اللي هو جيرانك صحابك اللي بتوع دلوقتي، وده بيخلي طبعا الناس تتوه من بعض بشكل كبير. فدي دعوة لأصحابي بتوع المدرسة، يلا اتلموا تاني ويلا نحاول نقابل بعض تاني، لان الصحاب دول عمرهم ما بيتعودوا ابدا. طيب بعد الفاصل بقى فقرة ناس كتير جدا طلباها وهي الخطبة، وخاصة وإحنا في شهور الخطوبات والجوازات. تعالوا كده نشوف أخبار الجوازات إيه، وإحنا دايما بنتكلم عن الجواز السعيد، يا ترى معدلات الطلاق اللي حوالينا دي كلها قلقت بعض العرسان والعرايس إن هم يقدموا على خطوة الزواج؟ طيب الخطبة بتطمنهم إزاي؟ هنعرف كل ده في الفقرة اللي جاية، وهي فقرتنا الأولى، من خلال مشاهدينا اللي طلبوا الفقرة دي، وأرجوكم ابعتوا لنا على أرقام تليفوناتنا اللي واضحة على الشاشة كلمونا عليها، وكمان ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك، صفحة ست الستات على فيسبوك، علشان نبدأ فقرتنا بعد الفاصل مع الخطبة. دايما حضراتكم بتطلبوا الفقرة دي، فقرة الخطبة، وعلى طول لما بتطلبوها بتبعتوا لنا رسائل على فيسبوك، وبتكلمونا كمان على التليفون على التليفون، وهنستقبل كالمعتاد اتصالات حضراتكم في ست الستات. النهارده بنرحب بضيفتنا دايما الخطبة عبير حسن. ازيك يا عبير؟ وحشتوني. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. كمان وحشتينا. وحشتوني قد الدنيا كلها. متابعاكي على السوشيال ميديا ومتابعه قد ايه بقى الشباب واعي واسئله العرايس والعرسان،
وحاجة عبير لفتت انتباهي برضو من خلال السوشيال ميديا بتاعتك، ان بقى في انسات هم اللي بيطلبوا، يعني هم أيوة. بيقولوا مواصفاتهم، انا عايشة في محافظة كذا، وتقول تفاصيلها وطولها وتبعت صورها على الخاص بتاعك، يعني ما بتبعتش أيوة. صورتها على ان كل الناس تقدر تشوفها. كلميني كده، وصلنا لغاية فين في الوعي في موضوع الجواز بالذات؟ وصلنا لغايه كتير قوي قوي. حضرتك فاكره من كام سنه في اول لقاء ليا هنا كنت بقول لك فعلا ان انا عايزه طلبات على الخاص. دلوقتي ما بطلبش الطلبات على الخاص، بطلب الطلبات على العام. أيوه. وعرفنا الناس كلها ازاي نتعامل مع الحد الغريب اللي جاي لنا عن طريق السوشيال ميديا. ازاي نقول البيانات، وازاي ننزل نتقابل، ولما نتقابل هنتكلم في ايه، وكل الوصايا العشر بقى اللي انا بديها لهم علشان نتعرف على الحد المناسب لينا عن طريق السوشيال ميديا، لان دلوقتي بقت جزء اساسي من حياتنا. صح. ملناش غنى عنه. كلنا معانا الموبايلات، وكلنا معانا كل التطبيقات الجميله اللي نازله حديثه على الميديا. صح. فالحقيقه دي فرقت معايا انا كتير، لان نسبه التعارف ما بين الاشخاص بقت اكتر بكتير. شجعت طبعا البنات والشباب ان هم يحطوا البيانات بتاعتهم، وان هم البيانات اللي يحطوها ايه بالظبط يحطوها، وطريقه التواصل المباشر اللي انت محتاجاها عشان تتواصلي مع عريس او مع عروسه. بس كده، وطريقه التواصل المباشره بيهم، حتى موصياهم ان هم لما يجوا يعلقوا على صفحتي ما فيش داعي ان حد يعرف الاكونت الحقيقي بتاعك، ان انت يدخل تبص تلاقي بقى ناس أيوة. ضعاف نفوس ممكن يعني يدخلوا عليهم. ايوه، ما هي دي اول حاجه احنا بنقولها لبناتنا ولشبابنا، ان انت تعلقي لي على الاكونت بتاعي على اكونت عاملاه مخصوص للموضوع ده. مع مدام كوكي. انا أيوة. سمعت صح. ازاي حضرتك، عامله ايه، اخبار حضرتك ايه؟ اتفضلي. اول مره اكلم حضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. معاكي عبير، اتفضلي. السلام عليكم استاذه. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ انا بحبك جدا وبحترمك جدا من غير ما اتعامل معاكي. شكرا. انا ست كبيره عندي 60 سنه. ربنا يديكي طول العمر. مش عندي وقت ولا الكلام ده، عايزه اجوز ابني ومش عايزه اقول لك. فممكن لو عايزه اجي لكم اكلمك عشان هتكلم على الهوا. ايه رايك بقى، بما انك بتكلمينا في التليفون في البرنامج، ما تدينا مواصفات ابن حضرتك عفوا وممكن يتجوز على اخر الحلقه؟ ايوه. طب اقول لحضرتك، صيدلي وسيم، 33 سنه، هو بس مغترب للتجمع. ايه يا فندم؟ بيجي على طول مغترب. في السعوديه. في السعوديه. شغال في السعوديه وشقته في التجمع. يا فندم، انا هنا احنا تقابليني استاذ عبير، انا تحت امرك، بس نفسي اتكلم معاكي واوريكي كل حاجه واقول لك على كل اللي انا عايزاه. طيب عندنا شويه اسئله عبير، عايزه تسالك شويه اسئله ممكن؟ اتفضلي يا استاذ عبير. طبعا. مبدئيا كده انا فرحانه وفخوره جدا بكل الامهات اللي بيتواصلوا معايا بخصوص ولادهم. ثانيا طريقه التواصل معايا، اسفه اني بقاطعك بس مش عندي وقت. لا، طريقه التواصل معايا مباشره، ما تقلقيش، من خلال البوست المثبت عندي على الفيسبوك. ثالثا، ابنك دوت انا ممكن اجوزه اربعه مش واحده بس. لا بقول لك ايه، ما بتحبش حاجات، هي واحده، القانون الجديد هيطلع. لا ده هو اجمل عروسه لابنك ان شاء الله، ربنا يفرحك بيها. انا متفقه، عايزاها برده من سكان، انت حضرتك عملت كده مره، من سكان التجمع، تبقى قريبه يعني مننا. حاضر. يا كتير عروسات كتير مناسبين ليك. حضرتك هتتواصلي معايا، هتسيبي لي بس البيانات الاساسيه. يا دكتوره يدوني رقم. حاضر. الكنترول هيرد عليها بقى. صح، الكنترول روم. حاضر. تحليل البلاد هيقولوا حضرتك على الكنترول روم، هيقولوا لك ان شاء الله، وهيدوكي نمره الاستاذ عبير. حاضر. وحضرتك هتقولي لي البيانات بتاعته، هو مبدئيا 33 سنه، اعزب وما بقالوش الجواز قبل كده، ودكتور صيدلي ومغترب في السعوديه، ودي نقطه مهمه جدا، يا ريت تسمحي لي ان احنا نتكلم فيها. انا بحبك تتكلمي فيها. ايوه. مشكله ولادنا العاملين في الخارج ان هم يلاقوا شريك الحياه المناسب ليهم بقت مشكله كبيره، ومن اكبر المشاكل اللي بتواجهني في مسائل الجواز. دكتور صيدلي بيعمل في السعوديه، يعني اجازاته اللي بينزلها محدوده. معنى كده ان هو لما بينزل كل سنه نص الوقت تقريبا بيقضيه في تخليص ورق واستخراج ورق للشغل وتجديد باسبور وبطاقه وكلام من ده.
بينزل يلاقي كل الاهل والقرايب والمعارف اتجوزوا، مفيش حد بيسعى له في موضوع الجواز، خالته او عمته او قريبته لو قدمت له عروسه ما بتقدملوش العروسه الثانيه، بتعتبر ان هو طلباته مبالغ فيها. في نفس الوقت هو مش لاقي الحد اللي في محيط عمله موجود معاه في السعوديه بيقبل بيه او مناسب ليه في الجواز، فده حله بيبقى عندي عن طريقين، يا إما بنقدم له الحد المناسب اللي موجود هنا في القاهرة أو في مصر عموما، وهي والدته طالبة مني عروسة في محيط التجمع أو كلام من ده، وتكون عندها مبدأ السفر للخارج مع الزوج عشان هم استقبلوا هناك. أيوة، عشان تفضل معه، ومش كتير من البنات بيقبلوا ان هم يسافروا مع أزواجهم. فدي نقطة احنا لازم نحط تحت منها خط أحمر. أنا بس عايزين نلفت انتباه كل اللي بيتابعنا ان عبير لا تتقاضى أي شيء خدماتها بالمجان. أيوة، أرجو احنا طبعا اتقابلنا مليون مرة في البرنامج، بس احنا كل مرة بنحب نأكد على الفكرة دي. لا، أنا ماليش مكتب وماليش مكان، عشان لو فتحت الفيسبوك ولقيت 10 صفحات فاتحين باسمي، انا ماليش ارقام تليفونات، انا ماليش غير صفحة وحيدة على الفيسبوك وبتشرف ان انا عليها مليون متابع من الشباب، مليون اخ واخت. طبعا كنت عايز اسالك بقى على حاجة دلوقتي، اللي بيبقى مغترب وبتعجبه عروسة معينة من اللي مثلا والدته عرضتها عليه، اخواته، حاجات زي كده، بيبداوا يتكلموا مع بعض فيس تايم، وبيبداوا يعني يبقى فيه علاقة تليفونات وحاجات زي كده لغاية لما ينزل وتعارف. الفترة دي انا عايزه نصيحه ليكي لكل البنات الفتره دي، علشان بيحصل شويه لغط، يقول لك اصل الصوره ما كانتش صح، اصل دي حاطه فلتر وهي بتكلمني، اصل حاجات ما قالتهاليش قبل كده. يعني عايزه ضوابط من لحظه لما بيبدا التعارف. احنا مش بنقول ان دي علاقه وحشه او انها حاجه يعني مش مظبوطه، لا، بس اكيد كل حاجه مظبوطه بيبقى لها ضوابط تكلمنا عنها عبير. اكيد، زي مثلا العريس اللي تقدم دلوقتي على الهوى اللي والدته الفاضلة تواصلت معايا دي، احنا بنحط النقط على الحروف من اول مكالمة مع العروسة. مبدئيا ورقم واحد في الموضوع، لازم ناخد موافقة العروسة بالسفر للخارج. أوكي. مش بعد ما نعمل كل اجراءاتنا ويتعرفوا على بعض ويرجع لنا العريس من بره علشان يعمل اجراء رسمي وفجأة ان العروسة مش موافقة اصلا على الجواز. ثانيا بنتاكد من العروسه انها موافقه على الطريقه دي بالارتباط، عشان ممكن تكون مرتبطه بحد، بزميل لها في العمل، حد من القرايب، حد من الجيران، فهي موافقه انها تتعرف على شاب غريب عنها ولا لا بغرض التعارف والارتباط. ثانيا بناخد برضو موافقه العروسه على كل بيانات العريس. ما بنفرضش العريس وخصوصا العامل في الخارج ده، ما بنفرضش عليها اي حاجه. يعني ده فيه يا اما فيه مواصفاتك يا اما بلاش منه خالص. يعني فيه شروطك اللي انت حطاها في شريك الحياه بلاش منه خالص. اوكي. ومن اهم طبعا شروطنا في شريك الحياه السن المناسب، التكافؤ في المستوى الاجتماعي، التكافؤ في مستوى التفكير والمعيشه والمستوى الثقافي لاسرتين وحاجات كتيره قوي قوي. طبعا بنصح كل بنت قبل ما تقدم على الخطوه ديت انها في بدايه التعارف ما بيننا احنا ما بنقولش المعلومه تيبيكال زي ما هي، يعني مش انا ساكنه فين، فوق صيدليه ايه، فرع ايه، شارع ايه. أيوة. او حتى شغاله في مستشفى اسمها كذا، او بيانات دقيقه وكلام من ده. لا، احنا بنسيب لما يتم النصيب ان شاء الله، العريس يدخل عندنا بيتنا، هنبقى كتاب مفتوح لبعض احنا الاثنين. ثانيا العاملين بالخارج الاسهل له ان هو يتجوز واحده مقيمه هناك في السعوديه. وانا عندي عدد من المصريات العروسات موجودين بأسرهم في السعودية معاه. فده طبعا اللي هنبدأ بيه، ان هو يروح يقابل البنت المناسبة ليه في السعودية وهو موجود هناك. حصل النصيب بيكملوا إجراءاتهم مع بعض. ما حصلش النصيب نقدر نشوف له واحدة من مصر من هنا موافقة بفكرة على السفر، على الفكرة نفسها. طيب دلوقتي بقى احنا بنشوف طلاق المعدلات زادت. انا بريئة والله. لا انا عارفة انت بتجوزي مش بتطلقي. بس انا يعني السؤال هنا، هل بقى يبقى في رهبه من الزواج بعد المعدلات، او بعد ان على طول الشباب سامعين ان الجواز بقى فاشل والستات بتطلق والرجاله بتطلق يعني صح. المشاكل الزواج بقت كتير. هل ده انت تقدري تقولي لنا، لانك انت عارفه موجوده في سوق الزواج ده، هل بقى الشباب عندهم خوف؟
عندهم خوف بالفعل وتجارب سلبية مش بس من اللي بيشوفوه أو بيسمعوه في مجال الأهل والقرايب والأصدقاء واللي بنت عمها اتطلقت واللي بنت خالتها واللي بنت جارتها كمان المسلسلات والميديا صح. اللي مليانة كلها مشاكل وخبرات سيئة بالنسبة للشباب بس أنا بقول لهم حاجة أنا عارفة أن أنا بنتي لو نزلت الشارع ممكن يحصل لها أي حادثة من الحوادث لا قدر الله ممكن يحصل لها بس ده مش معناه أن أنا أحجم أو أخبي بنتي أو أحتفظ بيها في البيت وما نزلهاش الشارع إحنا كده كده هنتجوز فنبقى عارفين مبدئيا المخاطر بتاعة المواضيع إيه ونبقى حاطين كمان مع بعض أسس لاختيار شريك الحياة أنا ما سيبش بنتي كده يعني بربيها وجه ما جاش أو لو اتأخر بيها السن شوية بلاش نسعى لها لما هي يجي لها نصيبها وكلام من ده إحنا بنحط ولادنا تحت شروط معينة لشريك الحياة بنبقى متفقين عليها مع بعض وزي ما في تجارب سلبية بتقدمها لنا السوشيال ميديا والأهل والقرايب وكلام من ده في كمان تجارب أكتر من ناجحة طب إيه أبرز أو يعني إيه الفترة اللي فاتت دي أبرز المشاكل اللي كانت ممكن تحصل ما بين اتنين لسه بيتعرفوا على بعض عن طريق خطبة ضغط الأهل ضغط الأهل من المشاكل الكبيرة قوي اللي بيتعرضوا لها شباب وبنات على فكرة لسه عريس كان عامل مقابلة مع عروسة مناسبة لي من كل الجوانب وعارف عنها كل المعلومات وهي كذلك ومرحبة وموافقة ولما قعدوا مع بعض يعني ما فيش نصيب ما فيش ارتياح فبيرجعوا الأهل بيضغطوا على الولاد ما فيش نصيب ليه وما فيش ارتياح ليه مش عجبك صورتها مش عجبك لا وانت أصلا مش موافق عليها ليه ولو أبدى وجهة نظره في الموضوع مثلا هي مش عايزها الوزن ده عايزها انحف من كده شويه لا مش مشكله دي ممكن تعمل دايت في المستقبل طب هي مساله قبول هو ما تقبلهاش حته الضغط من الاهل على الشاب او على البنت في موضوع الجواز بيخلي يحجم ويفكر مليون مره قبل ما يجيلي مقابله تانيه وساعات بيرفض رغم ان المقابله التانيه ممكن تكون اظرف بكتير او البنت الطف بكتير او فيها كل الشروط اللي هو طالبها مني واخده بالك بس هو مبدئيا بيقول لا خايف من ضغط الاهل لما يرفضوا يبقى هو العيب منه ان هو مغلبني معاه ومش راضي ومش قابل باي واحده وكلام من ده فيمكن هي النقطه دي اللي انا بشتكي منها الفتره اللي فاتت جامد قوي من كتر استعجال الاهل على جواز ولادهم بيخلوهم يروحوا المقابله ونفسيتهم مش كويسه للمقابله فبيرفضوا عايزين نتكلم بقى هل اختلفت معايير الاختيار طبعا. يعني انت برضو احنا طبعا. بنعرف بعض بقالنا كام سنة من الاستوديو اللي فات حتى يعني اللي قبل كده يعني داخلين على 3-4 سنين من اول مرة شفت فيها لغاية دلوقتي عبير معايير اختيار العرايس والعرسان اختلفت كتير الدليل برضو المكالمة اللي وردتنا دلوقتي حضرتك قبل كده لما استقبلنا مكالمة من كام سنة كانوا أولياء الأمور بتاع الشباب أو البنات ما بيطلبوش مني منطقة سكنية معينة يعني شوف هي بتقول أنا ساكنة في التجمع عايزاها تكون في محيط التجمع فدلوقتي فعلا النقطة ديت بقت الأكثر انتشارا اللي عشان الزحمة ولا اللي ساكنة مش عارفة اللي ساكنة رغم أن العريس بعيد يعني العريس دلوقتي في السعودية مش موجود هنا بس هي عايزة عروسة لسهولة التواصل ما بينها وطالما اللي معروض قدام منها كتير فهي بتقول لي أنا ليه أخد مثلا واحدة بعيدة عني أو في محافظة تانية زمان ما كانش كده زمان يعني كان ممكن الحب يتخطى المحافظات والدول لكن التعارف بتطلبي اللي انت عايزاه بقى بس يعني هو طالما يعني. متاح يعني هي بتقول طالما متاح خلاص ليه لا يعني طب ايه معايير تانية غير مكان السكن يعني مثلا دلوقتي العرسان عايزين ايه عايزين مثلا واحده زي زمان قاعده في البيت الجمال اول حاجه ولا الشهاده ولا ايه وبعد كده هنتكلم على العرايس احنا من زمان واحنا متفقين على ان في مبدا عندنا ثابت في الجواز هو مبدا التكافؤ لو حضرتك تفتكري ان احنا طبعاً. قلت لك ان عندي الشباب والبنات عايزين تكافؤ في كل نواحي الحياه من اول المستوى الاجتماعي للاسره لغايه منطقه يمكن السكن لغايه احنا معانا تليفون تاني انا سامعه تليفون امال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي يا امال اهلا بيكي انت منين انا من المنصوره دكرنس محافظه الدقهليه اهلا وسهلا المنصوره دكرنس بنات المنصوره دول حلوين قوي على فكره امارات
طيب قولي لنا بقى. انا كنت عايزه اكلمها، كنت عايزه برضو اطلب عريس لبنتي. طب قولي لنا مواصفات العروسه. بنتي هي خريجة لغات وترجمة، معها لسانس لغات وترجمة. اسمعينا بس عن طريق التلفزيون بعد اذنك. هي طولها 160. انا اسفه، يعني وطي التلفزيون واسمعينا على التليفون. ماشي، انا اللي اتلخبط، اتفضلي. ماشي خلاص ماشي. هي بنتي خريجة معها لسانس لغات وترجمة. اوكي. جامعة اكتوبر. كم سنة؟ هي عندها 26 ونص. ما شاء الله صغننة لسه. طيب 26 ونص. طولها 160. ايوة. وزنها 62. حلو. مانيكان. حاجة تانية؟ امحي فاتح كده لونها يعني. ليها شروط في العريس؟ يعني برضو انا عايزة شخص. لا انت اللي عايزة ولا بنتك اللي عايزه؟ لا هي بنتي، ما هي بقى تبعي برضه. لا لا، ما احنا ده احنا لسه بنتكلم في الموضوع ده. لازم العروسه هي يبقى لها يعني متطلباتها الشخصيه في العريس. ايه هي عايزاه ايه؟ يعني هي عايزاه برضه يكون شخص كويس، مؤهل عالي، يصونها، يكون عنده شقته، يكون عنده وظيفته الخاصه بيه برضه. وظيفه وشقه. ويكون من المنصورة ولا مش شرط من المنصورة؟ ممكن يبقى تسافر محافظة تانية، تقعد في محافظة تانية. هي ممكن تسافر بس مش أرياف، يعني ممكن لو أي مكان تاني بس ما يكونش أرياف. طيب وممكن تسافر برا ولا لأ لو جالها عريس دكتور صيدلي ظريف أصلا من القاهرة ومسافر بيشتغل في السعودية عايز يتجوزها وتسافر معاه، هل بتقبل السفر للخارج ولا لأ؟ على فكرة هي مواليد السعودية، احنا قعدنا فترة في السعودية. طب كويس، يعني متعودة على الغربة وعارفة العيشة هناك. وحباها يعني. صح كده؟ ولغاية كم سنة يبقى مناسب؟ يعني 32 33 كده يعني. طب لو كان 32 33 بس مطلق وليه تجربة جواز قبل كده، ولا لأ؟ لا لا مطلق. لا لا مطلق لا، يكون أعزب بس. حياة فريش مع حد. بس. طيب أنا بشكرك طبعا، وطبعا هيحصل تواصل بقى على صفحة فيسبوك بإذن الله الخاصة بالخطبة عبير حسن. ومين اللي معانا على التليفون؟ طيب الخط قطع دلوقتي بقى. أنا شايفة الطلبات برضو اختلفت. أيوة. يعني قبل كده كان يبقى لازم يبقى متدين، لازم يبقى في حاجة حصلت، وكنا بنقبل كمان ببيت عيلة انها تتجوز مع والدته. دلوقتي العروسة عايزة شقتها، وكنا بنقبل في اي محافظة جنب المنصورة بالزبط. يعني انما اختار مدينة وما تكونش ارياف، ما برضو الطلبات اختلفت. وكنا بنقبل فرق سن 10 سنين 12 سنه، هي دلوقتي بتتكلم في فرق سن 4-5 سنين بالكتير. وكنا بنقبل مطلق بدون اولاد ولا بتاع، علشان هي برضو بنوته وانسه وكلام من ده. لا الشروط اختلفت. لا وملاحظه معايا دلوقتي، يعني هي البنوته دي عندها 26 سنه، وفي اصغر على فكره. ما احنا اتكلمنا في 20 وفي 23 دي ما تبقاش مضطره، يعني اللي عندها 26 سنه صح. اعتقد ان انها ما يبقاش عندها اضطرار انها تتنازل عن اي شرط من الشروط. ودي شكلها كده، يعني دي ليسانس ولسه متخرجه. ايوه مؤهل عالي وحاجه كويسه وجميله وانسه وما سبق لهاش الجواز وصغيره كمان في السن وكلام من ده، فقدامها الوقت وقدامها. دلوقتي بقى الامهات اللي بيسعوا في جواز البنات اللي اصغر من ال 30 اكتر بكتير نسبتهم من اللي من الثلاثينات والاربعينات. ليه؟ كله عايز يطمئن على بناته، وكله شايف ان في ازمه في موضوع الجواز. البنوته ديت خلصت الشغل واكيد قعدت في البيت ما اشتغلتش بالشهاده بتاعتها، فلا بتروح ولا بتيجي ومحدش يعرفها ومحدش هيشوفها، هتجيب منين العريس المناسب؟ وحتى لو بتشتغل زي ما حضرتك ملاحظه معاكي هنا في الشغل نسبه كبيره من البنات قاعدين بتاع 10 سنين. على فكره هي مش شرط تكون قاعده في البيت، هي جامعه 6 اكتوبر، واضح ان يعني انها مش قاعده في البيت ومعاها ليسانس، حتى مجال الشغل اللي بتشتغل فيه. ممكن انت قصدك ان المناسب. ممكن ما تكونش لاقت في اطارها. أيوة. اللي حواليها مفيش المناسب. لا لا غير زمان اخواتنا الكبار اتجوزوا عن طريق الاهل والقرايب والمعارف. دلوقتي لا بيبقى معروف فلان ده لسه ما اتجوزش يبقى. أيوة. ده لفلانه. أيوة. لا ده الدنيا وسعت. كانت الخاله والعمه والناس الجميله اللي في حياتنا هم اللي كانوا بيسعوا في جواز اخواتنا الكبار. طيب مين معانا على التليفون؟
الو؟ ايوه؟ الو؟ طيب كيمو كان بعت لنا يا ريت عروسه. طب يا كيمو ما تبعت لنا ايه مواصفاتك وطالب ايه عروسه مواصفاتها ايه، واهم من كده كمان انت تقول لنا مواصفاتك ايه، واستاذ عبير معانا في الاستوديو فانت بعت لي بعتي يا كيمو. والله انا جوزك اربعه بس انت قول لي يا ستي عايزين واحده ليه داخله باربعه ليه؟ طيب ماما انت ما شفتيش اخر واحده طلبت مني انها تجوز جوزها؟ طيب حضرتك ما شفتيش دي؟ استني يا عبير. ام الدكتور محمد انا سامعه صح؟ ايوه انا ام محمد اتفضلي حضرتك. دكتور محمد اهلا وسهلا حبيبتي اتفضلي. هو اقول لك الظروف بتاعته؟ هو دكتور كان مسافر الاول، مش مهم مسافر الاول في السعوديه كان اوكي، وحاجك كذا مره ومش عارفه، وهو صراحه يعني ما شاء الله مش مني انا امه، يعني ما شاء الله عليه ربنا يحمي ويحفظه وادبه واخلاقه يعني انا تربيه وتعليم، انا كنت موقفه فمربيهم تربيه طلعتي يعني في التربيه كلها اتفضلي يعني. المهم هو دكتور في المانيا، وبعدين هو اول ما اتخرج من كليه هو ما شاء الله كان جايب 98.5% في الثانويه العامه. سنه كام؟ هو خطب مرتين وبعدين جت ظروف، هو كان نفسه في بلد اوروبيه يعني او اجنبيه. عنده كام سنه؟ هو دلوقتي مواليد 79. هو خطب مرتين وفي الاخر يعني كان بيعمل عمره، فقال لها انا بعمل عمره وانا مش يعني الظروف مش يعني حاسس. انا مش عايزه اعلقك معايا عشان انا جاتني بلد اوروبيه كان نفسه في يعني اوكي، فنجح والحمد لله بقى له 7 سنين هناك. طيب بصي بقى حضرتك استاذه ام محمد ام الدكتور محمد، ارجوكي سيبي بياناتك في الكنترول روم علشان استاذه عبير دلوقتي احنا مضطرين نختم الفقره، وهناخد كل اللي ساب لنا البيانات في الكنترول روم هنديهم أيوة. تسليم يد العبير علشان دول في السعوديه 33 ودكتور محمد دكتور في المانيا عنده 42 سنه إن شاء فان شاء الله. الله خير يا رب باذن الله. عبير انا بشكرك، اتمنى التوفيق بيك. لكل الناس بجد بجد الوعي زاد عند الناس بقوا بيطلبوا طلبات محترمه عايزين صح. يبداوا حياه ان شاء الله تكون ناجحه وسعيده، وبشكرك انك انت بتنورينا في الاستوديو. شكرا جزيلا. كتر خير. بعد الفاصل هيبقى معانا فقره مهمه جدا، ازاي ممكن نكون بناذي اولادنا واحنا قلقين مش واخدين بالنا، تصرفات بسيطه ممكن نكون بنعملها لكن بتاثر فيهم تاثير بالغ. بعد الفاصل خليكم معنا. في فقرتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم الأسرة المصرية، وهل من الممكن أن أنا أكون بأذي ابني أو بنتي وأنا مش واخدة بالي؟ يعني هل ممكن يكون انفعالي على الأطفال دول أو على أولادي يؤدي لأذيتهم؟ في دراسة اتفق فيها علماء التربية وسلوكيات الأطفال إن الطرق اللي بيتواصل بيها الآباء والأمهات مع أطفالهم ليها آثارها العميقة على صحتهم النفسية وقدرتهم في التحكم في دوافعهم وانفعالاتهم وبناء علاقة صحية مع الآخرين. يعني اللي احنا هنعمله النهاردة في أساليب تربيتنا لأولادنا هم هيبقى لهم رد فعل مع الآخرين في المستقبل القريب وكمان البعيد. ازاي بقى نعمل كنترول على الموضوع ده، نعرف ايه اللي ممكن نكون بنأذي بيه اولادنا او اطفالنا سواء كانوا اطفال صغيرين او حتى وقت سن المراهقة. النهاردة معانا دكتور ايمان دويدار استشاري نفسي الاطفال اللي منورانا في ست الستات. برحب بك معانا يا دكتور ايمان. يعني ممكن نكون بنعمل حاجة بتأذي أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا، سلوكيات معينة بنتبعها معاهم تكون بتأذيهم وإحنا فاكرين إن إحنا يعني لا ده أنا عاملة كل اللي عليا عشان أربي عيالي. أكيد أكيد ممكن إحنا نعمل حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها، وبالذات إحنا بنقول والله إحنا بنأكلهم كويس بنلبسهم كويس بندخلهم مدارس انترناشونال أو لغات ده أنا صرف عليكوا قد كده. أيوه صحيح، الأب ممكن يقول كده الأم ممكن تقول كده صحيح، ودي بتخلي الأطفال برضه يتضايقوا شوية يعني أنا صارف يعني يعني دي حاجة بتخليهم حتى يحسوا بالذنب إن هم لو ما جابوش مجموع كبير يعني إيه هيبقى مش محبوبين. فدايما العلاقة الشرطية دي ما بين إن أنا أجيب مجموع كبير أو أنجح في الدراسة عشان
احقق اللي اهلي عايزينه. فهنا الطفل بيحس ان هو ايه طول الوقت قلقان طول الوقت مشتت، فبالعكس هو بيجيب مجموعه اقل لان هو يعني بص لحاجه ثانيه خالص غير ان هو مركز في المذاكره بس. فدي مهمه قوي. اكيد بنأذيهم طبعا، لان احنا كمان سقف توقعاتنا لما يكون السقف التوقعات دي فوق قدرات طفلي هنا معناها ان انا برضو بأذيه، لان هو ليه قدرات معينه والمفروض ان انا اعمل له اختبار او قياس لقدراته هو يقدر يدخل ايه، علمي ولا ادبي. واحنا بالذات دلوقتي طبعا داخلين على امتحان الثانويه العامه، ربنا ينجح الجميع بكره ان شاء الله. يا رب ربنا معاهم. يا رب يا رب كلهم، ويبقى يعني كل بيت بس اوصيه ان هو يبقى اهدى شويه. يبقى المفروض ان هو الطفل اللي هيعمل الطالب اللي هيعمل اللي عليه، لان احنا قانون الطفوله لغايه 18 سنه فهو بيعتبر الى الان طفل بس كبير شوية. فمهم جدا ان احنا بس نخلي البيت هادي، مفيش توتر زيادة. يعني هو هيخش يعمل اللي عليه كل حاجة، مش كل شوية ذاكر ذاكر ذاكر، لان ده يخليه يفقد يعني حماسه للمذاكرة. الالحاح الشديد يخلي الطفل او الطالب يفقد الحماس للمذاكره. طيب المفروض ان انا النهارده كمان بما ان في اطفال كتير قوي اولى ثانوي وثانيه ثانوي وهم طالعين لمرحله الثانويه العامه، فنرجو بس من كل الناس اللي برضو ده اللي ممكن ناذي بيه اطفالنا ان احنا نقول لهم خشوا علمي بلاش ادبي. والنتيجه بتحصل زي ما في طالب بيكلمني اول امبارح بيقول لي طب انا عملت ايه، انا دخلت علمي زي ما بابا قال لي لان هو كان عايز كده اخش كمان ابقى يعني ابقى امسك مشروعه التجاري. فدلوقتي انا دخلت يعني حاجه ما بحبهاش عشان خاطر بابا بالظبط، دخلت حاجه ما بحبهاش يعني، ومع ذلك برضو دخلت كليه حقوق. يعني وات ايفر بقى، يعني انت داخل كليه حقوق دلوقتي وانت مش عايزها، دخلت كليه حقوق بعد دخلت علمي، طب ما انا قال لي كنت ممكن احقق حاجه كويسه يروح لها من ادبي بالظبط. قال انا كنت عايز اخش ألسن، فانا ليه ما دخلتش انا من الاول ادبي عشان اخش ألسن واجيب مجموع كبير. فالعلوم انا ما بفهمش حاجات العلميه، بس على فكره ممكن من علمي برضو ممكن يدخل ألسن. يعني هو كان بيقول لي كده انا كان ممكن احقق مجموع كبير اكتر من كده، لان هم ما هو علمي ممكن يخش ألسن، بس المشكله هنا فين، ان هو دخل درس مواد هو مش حاببها، في مواد هو شايفها صعبه عليه وجاب فيها درجات اقل، ما هو جاب فيها درجات اقل. يعني هل ده من ايذاء ولادنا؟ احنا دايما طبعًا. بلاش نختلف، يعني اكيد مش مختلفين ان احنا كلنا عايزين مصلحه ولادنا أكيد. لكن هل عشان انا شايفه مصلحه ابني او بنتي في الحاجه الفلانيه ارغموا عليها، هل ده ايذاء وانا مش واخده بالي؟ طبعا ان احنا نرغموا عليها، لان لازم الطفل يكون عنده رغبه في كده. قاعده اساسيه في الاداره بنقول ان هي يعني الرغبه زائد القدره يديك ايه، حسن الاداء. فاذا الطفل النهارده معادلة حلوه قوي طبعا ممتازه، لانه انا دارسه اداره جامعه عين شمس. فعايزه اقول لك بس انه مهم جدا الانسان يبقى عنده رغبه. لو دلوقتي حضرتك حتى احنا كبار اهو وما عنديش رغبه اجي، او حضرتك مش عايز ما عندكش رغبه تيجي هيبان على الشاشه. ايوه ما عندكش رغبه تيجي فالرغبه زائد القدره، انت قادره تقري كويس ومذيعه مثقفه جدا وكل حاجه وجايه اوير باللي احنا هنعمله النهارده. فاذا ما عندكيش ده مش هيبقى في حسن اداء زي اللي بتعمليه، وتبقي يعني ناجحه في ادائك اعلاميا. لازم يبقى بالزبط. هو الشاب الصغنن ده صحيح. يبقى عنده حب للحاجة اللي هو هيعملها اللي بيها يقدر يأديها وهو مستمتع. الرغبة دي مهمة جدا. ايه تاني ممكن نكون بنأذي بيه ولادنا؟ الحاجة المهمة مهمة جدا الكومباراتيف اللي بنعمله، او المقارنة اللي بنعملها ما بين ولادنا وابن عمي صعب. ابن خالك ابن عمتك. يعني انا عايز اقول لك عندي حالات بتجيلي بتقول لي انا ابن عمي بقى طبيب رابعة طب، وانا مش عايز ابقى طبيب، انا عايز ابقى مهندس. انا ليه اهلي يجبروني على ده؟ وللاسف بيخشوا هندسه وبيفشلوا، يعني بتلاقيه مش عايز، واحيانا كمان بينعزل. ده بيؤدي رغبه ولادنا ان احنا بنقف ضدها، ان هي بيحصل ايه، ان هو بينعزل، بيحصل له اضطرابات نفسيه بتخليه هو مش عايز يشوف العالم. مش عايز برؤيه ابوه او رؤيه امه. فده مش كويس. فخلينا نقول المقارنه تخلينا ناذي ولادنا من غير ما ناخد بالنا. ان احنا نخليه يختار طريق هو مش عايزه، لا في مناقشه ولا في حوار، بس انا عايزاه هتعمل اللي انا بقول لك عليه بالظبط. الفخر يا جماعه ممكن كمان نفخر بولادنا بس في حاجه هم بيحبوها ويحققوا فيها نجاحات مبهره احنا مش متخيلينها. فكل ما هنجبره على حاجه هو مش هيبقى ده كده بنأذيه، ناخد بالنا بس من الحته دي. علشان هم الناس فاكره ان هو اذيه يعني اضربه، اذيه يعني اشتمه. في ابهات وامهات يقول لك انا ادرى بابني عايز ايه، انا ادرى بايه الصح ليه او المستقبل بتاع ده احسن، او الناحيه اللي انا زقيته فيها دي هي دي الاصح ليه. حضرتك ادرى بس لوحدك من غير ما تناقش معايا كابنه او ابنه. لا اتناقش معايا وقول لي والله ده احسن ليه، واحد اتنين تلاته. يعني اي حاجه اي سلوك الاباء بيسلكوه، واحنا بنقول لكل الناس اللي شايفانا دلوقتي لازم اقول له انا بعمل ده ليه وانا عايزك تعمله ليه، وهل ده مناسب ليك ولا لا.
مناسب لقدراتك ولا لا، مناسب لرغباتك ولا لا. دي مهمة جدا ناخد بالنا من الحتة دي. الحاجة المهمة قوي كمان ان النهاردة الطفل لما يقول لي انا محتاج اعمل كذا، طب هتعمله ازاي؟ طب هتعمله ليه؟ هدفك منه ايه؟ فدايما اشوف هدف الطفل من الكلام ده ايه. واهم حاجة نسمع ولادنا. نسمع ولادنا عشان ما نأذيهمش واحنا مش واخدين بالنا. الحاجة التانية، انا حابب تبقى كذا، طيب او حاببك تبقى مهندس، من وجهه نظر مين؟ نظري انا ولا نظرك انت؟ انا اللي هتعلم، انا اللي هدرس، انا دي قدراتي، انا حابب ايه؟ دي مهمه قوي. حضرتك بتقول من البرسبشن بتاعك انت او الادراك بتاعك، انما انا اسف جدا انا مش عايز ده، انا عايز حاجه تانية، انا عايز ادرس مثلا كمبيوتر ساينس. دكتور ايمان، هل من المفيد ان اوكي هعرف وجهه نظر ابني او بنتي طبعا، ولكن لو انا عايز اساعد او اعمل بوش معين كويس، ايه رايك ما اعمل لهم منيو؟ يعني اقول لهم ايه اختيارات الحياه، ابقى جايد، يعني ابقى مرشد ليهم. انا مش هفرض عليكم انت عايزه تبقي مثلا مهندسه، اوكي انا قدامي اهو كذا حاجه، ممكن قوي انك انت تبقي مهندسه معماريه، ممكن تبقي مهندسه مدنيه، ممكن تبقي حاجه فنون جميله، ممكن تبقي، يعني شطاره الاهل في ان هم يوروا ايه اللي متاح ويسيبوا الاولاد تقرر ولا الله نبقى. عليكي الله عليكي، هو ده حلو جدا. دايما بقوله كمان في ان ما نعلم الطفل اختياراته ايه. يعني النهارده هو عايز، دايما اقول ام تقول لي مثلا انا عايزاه يلبس لبس معين او عايزاه تلبس لبس معين، اقول طب بصي لو عايزاه يلبس لبس معين ادي له اختيارات زي ما حضرتك قلتي دلوقتي بالظبط، ادي له ثلاث حاجات وقولي له ثلاث حاجات دول ذوقهم حلو، اختار واحد منهم. هنا يحس ان هو اللي بيختار، يبقى شخصية مستقلة صاحب قرار، وبعد كده ده مش بس من ثلاث سنين أسيبه فعلا يختار، هو يختار هو فعلا هيختار. هنا هيحس، لما يختار هيحس بالإحساس اللي بقوله تعالي دلوقتي كده. ده مهم قوي. حط ثلاث اختيارات قدامه فعلا، واختيارات حضرتك بتقوليها دي، واختاروا حاجة منهم بس الثلاثة حلوين، الثلاثة مفيدين ليه، هيطلع بينهم حاجة كويسة. طب وبس كمان ايه، اشوف اختبار القدرات اخباره ايه. لازم يا جماعة اعمل اختبار قدرات لطفلي كل سنة. ازاي بقى؟ كل سنة ده احنا بنعمله عن طريق اختبارات نفسية. بنشوف اختبارات قدرات، يعني الام تاخد ابنها عند طبيب استشاري نفسي، استشاري نفسي او اخصائي نفسي او وات ايفر بقى، يعني اي حد متخصص، من غير ما يكون بيعاني من حاجه، من غير ما يعاني اعمل تشيك اب اعرف ايه هو ما عندوش اضطرابات نفسيه. هو ما عندوش اضطرابات نفسيه عشان اروح له عشان اضطرابات نفسيه، لكن اقول له ايه، انا عايزه اعمل لابني اختبار قدرات، اشوفه هو ينفع في ايه، اعمل له اي كيو تيست كل 6 شهور بيتعمل مرتين في السنه. طبعا هو ده مش حاجه تتعمل اونلاين او الام تقدر تعمله بطريقه ما. انت عارفه احنا ما بنحبش نتوجه للدكاتره بدون اسباب، ده سبب اساسي. فلانه الفلانيه قالت لي ده انت بتروحي بابنك لدكتور تعديل سلوك وطبيب نفساني. انت عارفه طبعا استجمة طبعا بتبقى ان هي وصمه. لا طبعا ما بقاش دلوقتي موجود الكلام ده. أيوة. بقى موجود ايه، احنا ناخد خطوه استباقيه علشان ما ناذيش ولادنا. يعني الخطوه الاستباقيه دي تمنعنا ان احنا نقرر ليهم. ده ما بيتعملش اوتوماتيكلي في المدارس، يعني كل مرحله مش كل مثلا بعض المدارس اللي هي انترناشونال فيها بيعملوش اي كيو تيست، ما بيلفتوش نظر الاهالي. على فكره حتى لو مدرسه حكوميه اعتقد التيست ده بسيط، يعني المفروض ان هو يتعمل اصلا. المفروض حتى انا ما عنديش في المدرسه اقول للبيرنت المفروض يعني اعمل لابنك اختبار قدرات لانه ايه مستوى عالي، مش بالضروره يكون هو في عنده قصور. ممكن يبقى عنده مستوى عالي فاقول والله ده هو عنده مستوى عالي في كذا، فعايز اشوفه عشان ممكن يدخل حاجه ثانيه. فالمفروض ان انا اوجه، مش بس يعني انا حتى لما اعمل الدياجنوز لازم كمان اخلي الريفير على حد بيفهم او حد متخصص في الحته دي. دايما كنت بقول كده، وده يمكن الفيديو الترند اللي احنا طالعين بنقول عليه دلوقتي اللي هو داخل 4 مليون فيورز الحمد لله على تيك توك. فعايز اقول لك ان ده بنقول ازاي نخلي اطفالنا يمارسوا كل الحاجات في كل، يعني كل مرحله تمارس حاجاتها. يعني مثلا احنا نقول اول 5 سنين دي مرحله ماسيه من عمر الطفل. فانا النهارده عشان اخلي طفلي يعني يمارس كل حاجه، يتحرك، يبص، يلمس، يعني دي كلها ادراكات، ادراك سمعي، يسمع، يتكلم كتير، يستفسر كتير، ارد عليه وابقى معاه، مهم جدا عشان اعمل ده كله. ده حاجه حلوه قوي. لكن لما احرمه انه يؤدي الحاجات اللي هي حسب طبيعه المرحله، بيقول لي بيتحرك كتير ده عامل لي قلق، ده عامل لي مشاكل في كل حته، حتى بقعد في البيت بسببه. لا، هنا هنعمل ايه، انا منعي ليه، بمنعه من التجربه، فبخليه هو هنا باذيه. لانه كل ما جرب اكتر كل ما نضج اكتر. صح. لكن لا، اصل في امهات دكتور ايمان بيبقوا بيزرعوا احساس الخوف ده
عند الأطفال. الله عليكي. يعني اللي هو تأثير بقى الخوف، أنا عايزاكي تشرحي لينا كلنا كأمهات إيه تأثير الخوف على الأطفال. معادلة بسيطة جدا جدا، كتاب معادلات أنا بعمله دلوقتي إن شاء الله يا رب يفيد كل الناس. معادلة بسيطة، أول ما هتخوفي طفلك سواء بالنظرة أو بالكلام أو بالوعيد أو بالتهديد هيحصل إيه؟ أو بالشبشب. بالشبشب بقى ده السلاح. أنا طالعة على التيك توك قايلة السلاح وكده، فحد قال لي والله ده شيك قوي الشبشب ده، قلت له معلش الدنيا بتمدن شوية. فعايزة أقول لك مهم جدا إن إحنا ما ينفعش نعمل الأسلحة دي في وش ولادنا. كل ما هنعمل كده الطفل بتاعنا هيخاف، أول ما يخاف هيحصل إيه؟ هيحكي لحد تاني بره، هيحصل له حاجات مش هيقولها لك، هتفاجئي بقى على كارثة أنت مش قدها خالص، هتقعدي من شغلك، هتقعدي من كل الدنيا، هتقعدي عشان ابنك ده حصل له الكارثه دي. فطول ما انا بخوفه هيحصل ايه؟ هيكذب، هيخبي عليا اول حاجه، بعد كده هيكذب، بعد كده ممكن يبقى يسرق، بعد كده هيحصل له ايه؟ هيطلع ايه؟ شخصيه يعني مضاده للمجتمع. صح. يعني بتعمل حاجات ضد المجتمع وانت هتتفاجئي بيها. فليه الخوف ده مش فطري يا جماعه؟ الخوف احنا اللي بنكسبه لاطفالنا. والكذب ناخد بالنا بس برضو ان في ناس دايما بتوصم اولادها بالكذب رغم انهم ما بيكذبوش، ممكن يبقى طفلك بيتخيل. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن ناذي اطفالنا. صح. ان احنا نوصفهم بحاجات مش فيهم. لازم اساله الاول انت بتقول ايه، لازم احدد له واعرف الاول امتى بيكذب. ما هو لازم اعرف المعلومه علشان اقدر اتعامل مع ابني من غير ما اذيه. ده برضو يعني كنتيجه لاذيه اطفالنا بطريقه غير مباشره. صح. هم هيلجأوا للكذب. بالظبط بالظبط. ما دي رد فعل خوفهم. اكيد، لان ردود افعالنا ممكن نخلي اطفالنا يتاذوا من غير ما ناخد بالنا. يعني مثلا لو مثلا طفلي وهو صغير جدا جاي بيجرب بيقف علشان يحاول يمشي فيقع، فاقوم جاريه عليه الحق امسكه على طول، فهنا ما بخلوش يجرب، فدايما هيخاف، هيجي يقع هيبقى واقف مكانه مش هيتحرك. لا مش هيقدم اصلا على التجربه. بالزبط. بالزبط. ما ماما هتقوم تمسكني على طول. صح. وهتصوت بقى اوعى تقع، يعني هتبقى في احداث بعديها مرتبطه. صح. بالخوف مع اي خطوه هو هيمشيها. رائعه، حلوه جدا. يعني اهم حاجه ان احنا نخلي ابننا يجرب حسب طبيعه المرحله، بس كمان تحت عيني. انا مش بقول انك سيبيه يجرب لوحده. اهم حاجه كمان الام شويه، يعني احنا دايما من ام النمكيه، دايما بقول الكلام ده والناس قاعده تهزر معايا كده على التيك توك، لا يعني الام النمكيه اللي طول الوقت ايه اعمل كذا لا اعمل كذا، وطول الوقت هي مركزه قوي، كتر التركيز الزياده رغم ان الطفل ما بيأذيش نفسه، هو بيمارس طبيعه المرحله اللي ربنا خلقه عليها. بيتحرك، بيتكلم، بيلعب، دي حاجه طبيعيه في سن 5 سنين. النهارده ما بيأذيش نفسه، يبقى سيبه يعمل اللي هو عايزه، بس اسيب له مساحه. من الحاجات برضو اللي ممكن تأذي طفلنا ان انا اقيده واقول له اقعد مكانك لغايه ما اخلص حاجتي. الجزئيه دي دكتور ايمان برضو بتخلي ان الامهات ساعات تلجا ان هي عشان تلهي الولاد في حاجه عشان ما ياذوش نفسهم او علشان هي ما تبقاش متابعه كل خطوه، تسيب له التابلت، تسيب له التليفون، الموبايل فون يعني، وندخل في قصه تانية خالص. بالزبط. ادمان التليفونات والجيمز والحاجات دي. مش بس احنا في اطفال انتحروا عن طريق بعض الالعاب، فمعنى كده ان ما سيبوش فريسه لاي حاجه سواء التاب او التليفون يكون تحت عيني، مش حاجه اسمها كده. وبعدين لحظه واحده في سن معين المفروض ادي لابني التاب يعني يتواصل فيه. وما ينفعش ان انا اعمله فيسبوك، انا ضد كل الكلام اللي بيحصل ده، ان انا اعمله فيسبوك هو لسه مش ناضج. انا لازم اشوف الاول يعني ابني بيتفرج على ايه، ادخل معاه اخليه يشوف في مرحلته بيتفرجوا على ايه، بيعملوا ايه، ايه الاطفال المبدعين في المرحله دي. الحاجات دي تحمي اولادنا من اذيه نفسهم حتى. في جزء تاني، هل ده أذية ولا لا؟ اللي هو كل ما ابنك أو بنتك عايز يعمل حاجة، لا 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 أنا هعملها لك، لا 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 أنا طب سيبيها لي أنا هكملها، لا لا ما تشيليش ده أنا هشيلها لك، هل إحنا كده بنأذيهم برضو إن هم مزدوجة يعتمدوا علينا في كل حاجة؟ دي أذية مزدوجة، ده هو أذية مزدوجة، أذية ليكي كأم أو أب، وأذية للطفل اولا لانه هو ليكي ليه، لان انا دايما اقول يعني زي ما اخويا ربنا يديله الصحه قال لي كده، يعني واحد ما يخدمش سته لكن سته يخدموا واحد. لما هي هيبقوا هم كلهم معتمدين عليك، لو ام عندها 3 اطفال انا قلت لها انت هتموتي، طالما انت معتمدين عليك في كل حاجه حتى بتشيل لهم الشنطه. فعايزه اقول لك ده ما ينفعش خالص. النهارده لازم عشان الطفل ما يبقاش ديبندنت عليا طول الوقت او معتمد عليا طول الوقت، لازم هو يستقل. لازم يروح ناحيه الاستقلال بايه؟ ان هو من اول ما هو صغير، ان هو عنده سنه كوبايه
كرتون او كوبايه بلاستيك اقول له حط كوبايه على الترابيزه، خلصتها ارمي في الباسكت. الله عليك. يعني الله عليك. انت تبقي المدير بس كده وتخليه يبقى الجايد للطفل يعمل كذا، البنت يبقى عندها مسؤوليه ان هي هتعمل حاجه، مش كل حاجه انت اللي هتعمليها. بالظبط، لازم تبقي اديوكيتور ليهم. تصدقي دكتور ايمان بعد كده الامهات ترجع تعيط تقول لك ولادي ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، دول ما بيقدروش يعملوا اي حاجه، وهي اللي عودتهم ان هم يعتمدوا عليها. كل الكومنتس اللي جايه لي على التيك توك كلها كده. انا بنتي في ثانيه ثانوي ما بتعملش حاجه خالص رغم انها خدت الاجازه. انا عايزه اتفسح، انا عايزه اقعد على التاب، انا فاضيه. لا، لازم يكون من ضمن البروجرام اللي موجود او النظام اللي في البيت برنامج الطفل بيقوم يعمله، زي ما حضرتك كده بتقومي تشوفي هتعدي زي برنامجك، هتخشي المطبخ هتعملي الاكل. لازم كمان ابني او بنتي يكون حسب مرحلتهم طبعا العمريه المرحله دي، يعني يقوم ينظف اوضته، هيقوم يعمل مثلا حاجه لنفسه، هيحضر فطاره بنفسه، ساندوتشز لنفسه. لازم مهم قوي نبقى ليه زي ما بليكي برنامج كل يوم بتعمليه، لازم كمان برنامج لطفلي حسب مرحلته العمريه وحسب قدراته الذهنيه والجسميه. مهمه جدا. طيب بمناسبه ان النهارده ماتش الاهلي والزمالك باذن الله بالليل. الاهلي هيكسب او الزمالك، خلي بالك الله اعلم. انا اهلاويه حامله وطبعا بحب الزمالك بس بحب الاهلي. بصي هقول لك على حاجه دكتور ايمان، بس مش غير تعصب. ايوه هي دي تعصب بس كده. نفس الموضوع على اولادنا دلوقتي، الاب والام قاعدين بيتفرجوا على المباراه واحنا مش عايزين الجيل اللي جاي ده يطلع متعصب اكيد، واحنا بنأذي ولادنا بان احنا بنوريهم مظاهر للتعصب من البيت. صح. يعني هم مش بيفسدوا بره، هم بيفسدوا من الاتيتيود بتاعنا جوه البيت. اكيد. عايزاكي كده تقولي لي، ممكن ام عندها ابن اهلاوي وابن زملكاوي او بنت اهلاويه وولد زملكاوي او واتيفر، ازاي تحكم العلاقه امام شاشه التلفزيون كان زي ماتش النهارده مثلا؟ بدايه المفروض اصلا ان احنا من البدايه خالص بنعمل ده، لان اللي احنا فيه دلوقتي تراكمي. فالتراكمي ده انا مش هقدر قوي احكمه قوي زي ما انا هقول من الاول. المفروض من البدايه خالص انه النهارده والله انا ما نميش الكره عند الطفل. لكن اقول له ايه، والله في ناس بتشجع ده وفي ناس بتشجع ده عندهم بص لعيب الزمالك ده كويس قوي، والله ده لعيب الاهلي ده كويس قوي، لعب لعبه حلوه، اشجع اللعبه الحلوه، ما اشجعش ان هو يعني من اي نادي والعنصريه اللي في اي نادي. ما احنا بنشجع محمد صلاح كابتن الرائع ده وبحييه من خلال برنامجك. صحيح. طبعا طبعا انا بحييه انسانيا واخلاقيا وفنيا كل حاجه. فدي مهمه جدا نعرفها. طب ما هو بره احنا كلنا بنشجعه، اهلي زمالك، جميع الانديه بتشجعه، مصر كلها بتشجعه، الدول العربيه كلها. فهنا ما ارتبطناش ان هو جاي منين ولا بيعمل ايه. صح ولا لا؟ هو مصري بيلعب بره مصر، رافع اسم مصر بره. بالظبط. فهنا نفس الحكايه دي برده، احنا النهارده دي برده جايه من حته ايه، انت شاطر في ايه وزميلك شاطر في ايه، وازاي ان احنا نتعاون مع بعض. استفيد من لاعب الزمالك لانه بيلعب حلو قوي في السن في المركز ده. وما نقعدش نعمل احساس بالكراهيه من فريق للتاني. لا. من لعيب، اصل خلي بالك اللعيب اللي النهارده اهلاوي هيبقى بكره زملكاوي، وبكره زملكاوي بعده اهلاوي. ليه احنا في منتخب خلاص احنا غير كده، احنا دلوقتي في عصر ان بقوا بروفيشنال خلاص، بقوا هنا معار هنا شويه وهنا معار شويه. بالظبط. وهكذا. طبعا يعني ما بقتش حاجه هواه، بقت حاجه على مستوى بيزنس. فما نبقاش عندنا روح التعصب دي، ممكن ناذي بيها العيال من وهم في سن صغير. اكيد. ما عايزين، عشان برضو احنا ليه بنقول من اول واحنا صغيرين ليه؟ لان اول 5 سنين من سمات مرحله الطفوله ان احنا الطفل بيقلد. صح. وبيقلد اللي يحبه قوي زي الاب او الام. معنى كده ان الاب بيقعد مع اولاده ويقول لهم احنا بنحب الاثنين، يعني نحب اللي بيلعب اللعبه الحلوه، يشجع اللعبه الحلوه، زي ما احنا بنقول دايما ايه، ننقد سلوك الطفل لكن ما ننقدش ذات الطفل. ودي من الحاجات برضو اللي ممكن تأذي أطفالنا. لما نقول له أنت وحش، لكن نقول له إيه، أنت حبيبي اللي بحبه قوي ابني، لكن ما بحبش إن أنت تضرب أخوك. يعني ننقد السلوك مش الشخص. تمام. للأسف وقتي خلص، عندنا حاجات كتير جدا غلط بنعملها، احنا محتاجين حلقات بقى أحيانا مع أولادنا، وإحنا فاكرين إن إحنا بنربيهم وبنحن عليهم وبنطبطب عليهم، لكن إحنا أحيانا بنكون بنأذيهم. بشكر مع حضراتكم دكتور إيمان دويدار استشاري نفسي الأطفال، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. تسلمي. وسعيدة إنك كنت معانا النهارده دكتور ايمان، وبتمنى ان حضراتكم كمان تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.